السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير؟ كي جاكم المكياج؟ ما غاديش نقول لكم فين غادا لا شنو غادي ندير لا حتى حاجه. محضره لكم واحد المفاجاه، من شحال هادي نتوما كتطلبوا مني نديرها. المهم اللي معايا الياس ماما. خليكم معايا، حنا شادين دابا الطريق للبلاصه. شنو هي البلاصه؟ الله اعلم. خليكم معنا. الهادي كي كدير الهادي ساندريلا ما نقولوش ماريا جيا لا ماريا كاش دي زائية ماريا كاش دي الحمر داك
كي جاتك بنتك لا ولي غزاله انا غزاله انا حال حال ماشي مشكل ياك بنتي زوينه ماشي مشكل
تكلم. شوفوا البنات كي داير الاستوديو داكشي بروفيسيونيل. كاينه هاد لابارتي هنايا كيديروا فيها الماكياج كتبقى تقادي صفرين. هنا كما كتشوفوا الماتيريال كلشي بروفيسيونيل تبارك الله. ماما وقفة هي حضية إلياس جيتكم أنا مساعدة ما تنسى ما تيجي غير هنا تكون حاطه تدخلوا بدات كما كتشوفوا انا دابا جيت للصالون الخدمه عاد لقيت ونيسه اللي الشوتينغ ديالي صراحه المهم داز واحد الوقيته زوينه بزاف ياك ماما داز وقيته زوينه سلام داز وقيته زوينه الشوتينغ هذا زوينه صح الناس اللي عندهم لي زانيفيرسير اللي عندهم عراس اللي عندهم بغا شي شي بحال هكذا. المهم بنات كنت نهضر معكم على واحد الشوتينغ اللي داز اليوم صراحه عجبني الحال كانت اول تجربه ليا ان شاء الله ما تكونش اخر تجربه. صراحه كانت تبروبوز عليا باش ندير هذا الشوتينغ مع حمومي وحمومي محمد وما ترددتش زعما ندير معاه الشوتينغ حتى عندها بروفيسيونيل خدمه ديالو زوينه وكنت ديما كنقول ما كرهتش كل زعما نلبس اللبسه البيضاء او لا غوف ندير المغياج وكما عارفين بلي انا ما درتش العرس درت غير لبس الطقه الخطوبه وصافي قلت بركه ان شاء الله الواحد تيولد وهي شي حاجه كبيره ماشي المهم هو العرس وبزاف الحوايج وكنت
فوا تبروبوز عليا بحال هكا فكرت اول حاجه شنو ندير هي نكري واحد روب سواغي بلوتو روب ديال المارياج ونلبسها المهم حتى نحس داك الاحساس ديال الكزوبيله. المهم بزاف ديال البنات اللي ضروري ديك دير العرس ديالها كتبغي دير تلبس الكزوبيله داكشي وانا حققت داك الحلم اللي كتقولوا كيكون واحد الحلم زوين جزء جزء من الحلم زعما كتلبس داك اللبسه البيضاء هكا وتفرح راسك وجاتني فرصه يبقاو عندي التصاورات قلت علاش لا منا يبقاو عندي التصاورات في الدار منا نوريهم حتى لوليداتي نشاركهم مع العائله ديالي زعما فرصه زوينه زعما تحت ليا وقلت نشارك هادشي مع المتتبعه ديالي حيت ما تشوفوني زعما تضرب الزق بالكسوه البيضاء كنت على ما ندير هذا دابا وحنا شركه معاهم حيت واخا غتولدي غادي نقدروا نديروا ديري عمليه وديري هادي مي الكسوه ما تمكنش ديريها امبوسيبل ديريها ما غنلبس الكسوه والله ما جات فرصه لواحد تماما نستغلها ونيت كنتو نتوما ديما كتقولي دير شي شوتينغ رانيا بغيناك تشوف لابسه واحد لاغوب ديال صومبريلا وداكشي قلت منها نرضي واحد الطرف ومنها رضيت انا راسي بواحد دابا نفرح بحال داك الفرحه ديال الشوتينغ وهذا هاد الفيديو غيكون انطلاقه لواحد السلسله غيكون فيها واحد الفيديوهات غيكون الفيديو اللي كتسناو ديال ضرب الصاق وغادي يكون فيه فيديوهات هكا على الزواج على الهدايا على مثلا كيفاش توجدي مثلا راسك مثلا اللبسات اللي خاصك تشري نوع مكياج اللي خاصو يكون عندك المهم غادي لكم واحد السلسله ديال الزواج سلسله الزواج ان شاء الله ودابا البنات غنمشي للدار على ماما غنمشي نجلس معاهم شي شويه ومنها غادي نوريكم واحد المفاجاه اخرى اليوم نهار ديال المفاجات خليكم معايا. المهم بنات كما كتشوفوا انا دابا رجعت من الشوتينغ اللي وريتكم كنتمنى يكون عجبكم داكشي اللي درنا اليوم لبسنا شويه ديال رومي واش لبسنا حتى لاغوب كما شفتوا كنتو طلبتوا مني واحد الكومونتير باللي ندير لكم هاد القضيه وانا دابا نبي الطلب ديالكم كنتمنى يكون عجبكم وبالنسبه للحمومي محمد غادي نخلي لكم الكونتاكت ديالو لتحت نيميرو التليفون نخلي لكم انستغرام ديالو حتى هو باش تدخلوا عنده كما شفتوا داكشي عنده بروفيسيونيل بزاف 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 كيدير لي شوتينغ حتى بالنسبه للكبار بالنسبه لي موديل مثلا البنات اللي عاد بادين حتى هما وباغيين يبداو المسير حتى هو كيدير لهم لي شوتينغ وكيدير حتى لي شوتينغ ديال مثلا ديال لي بيبي كيكون راكم عارفين كيكون واحد لي فيديو سبيسيال كيجي ولا واحد لي فوتو كيتكونوا سبيسيال وهاد الكونسيبت كاين برا بزاف ولكن دابا دخل المغرب ومع بالنسبه للناس القنيطره المهم المغرب كامل هو ديك الساعه كيتكلف وديجا كما قلت لكم درنا انا ويا واحد الجيف اوي غادي تكون غتربحوا معنا جوج ديال البنات وحده غنختاروها ان شاء الله من الانستغرام وحده غنختاروها من اليوتيوب غيربحوا معنا شوتينغ بغيتي ديري الوليد ديالك بغيتي ديري انتيا اللي بغيتي كيبقى الاختيار ديالكم بغيتو شوتينغ بروفيسيونيل حتى هو يديروا معكم اللي بغيتو المهم جوج البنات غيربحوا معنا ودابا البنات بغيت نشارك معكم واحد اللبسات وصلوني من عند لا مارك سيلفي ولا سالفي المهم كنتمنى تكون بالتسميه ديالها صحيحه المهم عندها بحال اللي كيجيو بحال دي كاب هما هذا البنات في لو غري في هاد الديطاي هنايا داكشي تري زالامود هادشي هو اللي خارج هاد العام بحال في الغرف هو بهذا الشكل هانتوما شو كي دايره من اللور كيجيو هابطين على كيجيو هابطين لتحت تسدو بحال هكا بحال دي مونطو ولكن ماشي مونطو يعني هذا هو الاول البنات ثم ديك الساعه كتقولوا لهم لي طاي ديالكم انا خديت هذا بالنسبه للاطاي هذا الام البنات الام الا كانت بحال لاطاي ديالي البنات هذه غتجيك زوينه كنتي رق مني خدي الاس كنتي شويه زايده راه كاينين لي طاي كبار الام بعدا كتجي ما مزيره ما واسعه ندوزو دابا البنات اللي صغير من الجناب هما فيهم لي كولور كما قلت لكم كاين المارون كاين نوار اللي بغيتو كيبقى على حسب الاختيار ديالكم وحتى هذا لاطاي ام شو كيجي بحال شي كاب من هنايا ها نتوما شفتوا من هنا كي داير من هنايا ماشي نصكم ماشي كوم كيجي غير هنايا كتلبسو معاهم مثلا بحال هادو تلبسو معاهم كوم اللي بغيتو كيبقى الاختيار ديالكم تقدروا تلبسوهم كلاس بحال هكا مع سبيبات وتقدروا تلبسو مع لي سبادغي مع لي بالغين داك كيبقى الاختيار ديالكم هما كلاس وسبور او ميم طون ها نتوما دايرين هنا هم اللور صافي هما هادو كيجيو هابطين حتى هما حتى لتحت وصراحه كل واحد حسب لاطاي ديالو كلا غيجيها هابط اكثر من هكا كلا يجيها طالع على حسب
وهذا البنات هذا بان ليا مونطو سخيخن شوف الشكل ديالو داكشي شويه فاشن فيه بحال النوار والبلون هذا حتى هو لاطي ام البنات واخا هما صراحه هما اللبسه ديالهم بحال هكا كيجيو شويه بحال هكا شويه واسعين من هنايا كتقدر تلبسو تحتو بشي حاجه اما الا كان لاصق عليك خصك ضروري شي حاجه تكون لاصقه حتى هي باش يلاه يجي معاها حتى هذا طويل كيجي طويل بحال الطريقه حيوم الله كي داير الظهر ديالو صافي كيجي بهذه الطريقه هما ضروري غادي نخلي لكم الانستغرام ديالهم باش تواصلوا معاهم هكا باش تشوفوا المهم هذه لا نوفل كوليكسيون بالنسبه لهذا الشيء اللي تفت لي انا هو لا نوفل كوليكسيون هذا الشيء اللي كاين دابا المهم شوفوا داك الشيء القديم ديالهم يقدر يعجبكم ونمشيو للمونطو الاخر الثاني يعني. وهذا هو الثاني البنات هو على شكل مونطو تصور فيه من هنا الفغور قلت لكم راه عندهم نفس الكونسيبت تقريبا تلاحظوا في دوك المونطو كاملين اللي جربت دوك لي كاف كاملين جربت عندهم الفغور وهذا راكم شفتوا هذا العام خارج هذا الشيء ديال لي كارو تري على مود هذا العام هو اللي في السراول في الجاكيطات في كل شيء في لي شوميز هو اللي خارج هذا العام وتا هما تبارك الله عليهم واكبين العصر الطوندونس ما كيفاش كيجي كما قلت لكم تلبسوه مع السبطات تلبسوه مع لي بالغين تلبسوه مع لي سبادري اللي بغيتو على حسب السيل ديالكم معاك اكسيوات وشي حاجه ما يقدروا تلبسيهم اكسيواتكم شويه التوب ديالهم شويه رقيق يجيو زوينين كيفاش والله كيف دايرين اللي لاحظتوا راهم كاملين كيوصلوا لتحت حدا الركبه كاملين كيوصلوا حدا الركبه بالنسبة للبنات اللي دايرين الفولاغ حتى ما يصلح لهم حيت صراحة هي غير تاخد شوية طاي يكون كبيرة باش كيجي واسع صافي وندوزو دابا الثاني بحال شي شوميز بحال شي كويميزة كيما كتشوفو نفس كيما قلت لكم كل فيها تقال فيه لي فوغيغ هذا شوية فيه فوغيغ في الغوز شوف كي داير هذا بحال الكويميزة هانتوما التويب ديالها رهيف بحدهم بحد الشميشه كاينه بان لي استغلهم لبسهم هاد الايام هادو حيت راكم عارفين ملي كيبرد الحال كتولي ضروري تلبسوا شي حاجه هكا طالعه ولا شي حاجه سخونه ما التويب ديالهم داير الربيع هانتوما كيفاش كيجيو كنظن راه فيهم بزاف ديال لي كولور انا خدات ليا النوار وفيه هذا في الروز حتى هو لا طي ام غير هو شويه مزير بالنسبه لي انا جاني مزير قدر بالنسبه للناس اللي ضعاف ملي يجيهم هو هذاك ما انا جاني شويه مزير مي بون جو جوين المهم نتمنى يكون عجبكم هادشي اللي وريتكم دابا هذا هو الذوق ديالي نتمنى يكون عجبكم وكما قلت لكم هذه هي لا نوفيل كوليكسيون شاركتها معكم باش تشوفوا نتوما الجديد وغادي نخلي لكم حتى هي باج انستغرام ديالها لتحت في صندوق الوصف هبطوا لتحت تقلبوا على سميتها سالفي ولا سيلفي المهم ما عرفتش كيفاش كتقرا الا كان سيلفي ولا سالفي المهم نتوما عرفتوا شنو ناد من لا مارك المهم هذه ماركه البنات راها مغربيه وكلشي المهم بغيت نشارك معكم هاد الحويجات ووصلنا للنهايه ديال الفيديو نتمنى يكون عجبكم الفيديو ديال اليوم وما نكونش طولت عليكم وراني مخبيه لكم واحد المفاجاه ان شاء الله فهاد السيمانه ولا السيمانه الجايه غيكون واحد المفاجات زوينين في الفيديوهات الجايين المهم باش نحرق لكم بزاف د المراحل ولا نقول لكم شنو غادي يطرا ندير لكم اش درت لكم شويه سسبنس باش تعرفوا شنو غادي يوقع المهم خليكم على خير وتهلاو في راسكم وتلاقاو ان شاء الله فيديوهات اخرى الى عجبكم الفيديو ما تنساوش تابوناو وتخليو لي لايك الفيديو السلام عليكم باي باي